السيد الأمين العام لمجلس وطن حقوق الإنسان، السيدة ممثلة لونيفام، السيدة ممثلة فينيا، السيدات والسادة الحضور من أساتذة وخبراء وممثلي القطاعات الحكومية ورجال ونساء الإعلام، وأخواتنا وبناتنا من ساكنة هذا الفضاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولن لابد أن أعبر عن ارتياحي لتنظيم هذا اللقاء المهم والذي يجعل منه تظاهرة تؤشر على الانفتاح وعلى اختيار المسار الحقوقي لمؤسسات الدولة. ولنا هذا المبادرة التي تقوم بها المندوبية لإدارة السجون تأتي في إطار الحملة لفائدة المرأة المغربية، التي نريد بهذه الحملة أن نحسس بالمخاطر العنف الذي يمارس عليها، ونريد كذلك أن تكون مبادرات متعددة ومتنوعة مثل هذه. طبعا في هذا الفضاء هناك سجينات، فالسجينة اليوم بفضل هذه المبادرة أصبح لها الحق الانفتاح على ما حولها، وأن تنخرط كذلك فيما يقع في المجتمع من حملة من مبادرات. هناك كذلك مكونات كثيرة من المجتمعات مؤسساتية وغيرها جاءت لهذا النشاط، وبالتالي عندنا فرصة أن نستمع كذلك للسجينات عندما يكون هناك نقاش في الورشات. نحن نريد يعني متابعة هذه المبادرة أن نزكي وأن نكرس خط الحقوق الذي ذهب فيه المغرب، لأن هذا الخيار يحتاج إلى أن نمكن المرأة المغربية من جميع حقوقها أينما كانت، حتى وإن كانت في السجن، لأنه خيار استراتيجي، ولأنه خيار الدولة من خلال دستورها، من خلال مبادرتها، من خلال مبادرة جلالة الملك. فاليوم لدينا قانون 113 لمحاربة العنف، عندنا سياسة عمومية للمساواة ومحاربة التمييز، إكرام واحد وإكرام جوج، عندنا طبعا ترسانة قانونية لمحاربة التجارة بالبشر، وكذلك متعلقة بتشغيل النساء في البيوت. فكل هذه الترسانة القانونية إضافة إلى هذا القانون الجديد اللي هو آلية قانونية تضمن التكفل بالمرأة المعنفة وتضمن كذلك زجر الجاني ومعالجته إن اقتضى الأمر، هاد الأعمال اللي هي الحمد لله اليوم تشكل تراكما مهما يجعل المغرب من الدول التي ترعى الحقوق والتي كذلك تتبنى حماية المرأة وأيضا تتبنى كل المبادرات. وهذه المبادرة ستحقق إذكاء الوعي وتحسس بالظاهرة، وأيضا تستقطب الجميع نساء ورجالا لكي ينخرطوا في محاربة العنف. أولا تنبغي نشكر وسائل الإعلام على الحضور ديالها من أجل تغطية ومواكبة هذا البرنامج. البرنامج الذي تنظمه المندوبية العامة أول مرة لفائدة النساء السجينات. البرنامج أيضا يصادف الحملة الدولية 16 يوم من العمل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا اللقاء غادي تنظمه المندوبية العامة بمعية مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى شركاء آخرين. اللقاء غادي يستفد منه أزيد من 200 معتقلة جاوا من مؤسسات سجنية مختلفة. غادي يتناول المواضيع اللي تتهم المرأة بصفة عامة وأيضا المرأة السجينة، وبالتالي هذه فرصة باش نحسوا الرأي العام المغربي بضرورة العناية بهذا النوع من السجناء اللي هما فئة السجينات. يندرج هذا اللقاء الوطني في إطار استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون في الشق المتعلق بمقاربة النوع والهشاشة. هذا اللقاء الوطني ينظم لأول مرة بمؤسسة سجنية، وهو تحت شعار المرأة المعتقلة والتنمية المستدامة الواقع والآفاق، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج
ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا اللقاء يشارك القدس فيه أزيد من 200 معتقلة بمختلف المستويات، بمعنى هناك من تعليم من محو الأمية إلى التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي والماستر، وكذا التكوين المهني بجميع الشعب، وكذلك هناك مشاركة أحداث، مشاركة حوامل، مشاركة مرفقات بالأطفال ديالهم، مشاركة مسنات، يعني أن اللقاء الوطني به مختلف الشرائح، شاركت به مجموعة من السجناء من مختلف المؤسسات السجنية بالمغرب. بالنسبة أن هذا اللقاء يندرج ضمن استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون والمتعلقة بالشق الإدماجي والإصلاحي، وهو فرصة أو محطة لاطلاع الرأي العام على مجهودات المندوبية وعلى مجهودات موظفات القطاع للحفاظ على الأمن وتنزيل البرامج الإصلاحية والإدماجية. هذا شرف كبير لي ولجميع نزيلات أننا نحضر هذا اللقاء الوطني لفائدة نزيلات. كنشكر السيد المندوب العام الأب الروحي ديالنا، شكر خاص ليه، وشكر كذلك لجميع الأطر بالمندوبية العامة وبسجن المحلي عيس بجوج. كذلك كنشكر السيد المدير الجهوي والسيدة المديرة ديال السجن عيس بجوج. بالنسبة لهذا اللقاء الوطني فهو كيكون حافز ليا وحافز لجميع النزيلات باش أننا إن شاء الله نزيدوا القدام، نطوروا نفسنا، إن شاء الله نزيدوا في الدراسة ديالنا العليا، نستافدوا التكوينات المهنية اللي كتيح لنا المؤسسة. فأنا مثلا استفدت من تكوين المكونين في محور الأمية، وكان تبارك الله كتستفد أكثر من 50 نزيلة عندي في السجن المحلي عيت من الجوج، اللي كنعمل على أنني نعلمهم القراءة والكتابة وكذلك الثقة في النفس وأنهم يزوروا القدام ويكون عندهم طموحات أخرى في الحياة. حاليا فأنا طالبة بسلك الماستر منظومة الجنائية والحكمة الأمنية، كذلك عندي السنة الثانية في الاقتصاد، وكنتمنى إن شاء الله أنني نكمل الدكتورة ديالي في القانون وكذلك إن شاء الله في الاقتصاد، وحظ موفق لجميع النزيلات. مرة أخرى كنشكر السيد المندوب العام، شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.